وننتقل إلى آخر أعمالك الفنية واللي كان حقق نجاح كبير ونال أعجاب التونس الكل، واللي هو مجسم أم شهداء اللي يحكي على أهالينا في فلسطين. العمل هذا كان حقق نجاح على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي. قبل ما نحكيه على العمل، كنت تتصور النجاح الكبير اللي باش يحققه هذا العمل؟ لا الحقيقة لا. ليه معناها؟ خطر ما كنتش نتصور. انا ديما الفنان كي يقوم بعمل ما نجمش يعرف الرياكسيون تاع العباد، ما نجمش يعرفها بالكل كيفاش يتقبلوا الناس العمل الفني. وانا مرات نحاول باش كي نبدا معناها في المرحله نتاع التصميم، فما ناس تقام قراب ليلي برشا، مرات نشاورهم نشوف كيفاش يتقبل الانسان العمل الفني قبل الانجاز نتاعو. ما كنتش الحقيقه، اما اش نقول، انا نقول اللي كل عمل فني معناه يعبر على الوجدان نتاع نتاع الانسان ينجح والانسان يتعلق به ويحبه. اذا انت وصلت تعبر، والعمل هذاك هو وقتها عبر على الوجدان نتاع الناس الكل، عبر على اللي يحسوا به الناس الكل. وانا واحد منهم، حسيت اللي حسوه الناس وقت الغزو، عبرت عليه بطريقه فنيه.